أحسن الله إليكم. يقول: إذا صادف العيد يوم جمعة، ما يكون حكم الجمعة في حق من صلى العيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام صادف جمعة عيدا صادف جمعة، ثم قال للناس لما صلى الجمعة العيد: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع معنا، ومن شاء أن يتحلل فلا حرج عليه. لكن هل يجوز له أن يترك الظهر كلها أو يتركها جمعة ويصليها ظهرا؟ في محل الخلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها تصلى ظهرا، لأن الله لم فرض علينا أن نصلي في كل يوم 5 صلوات، منها صلاة الظهر، منها صلاة الظهر، وإنما خفف عنا في يوم الجمعة إذا صلينا العيد ولنا انطلاقات أن ننطلق في هذا اليوم العيد، ولا نتقيد بأن نبقى حتى نصلي الجمعة مع الناس، وإنما نصليها ظهرا. نعم.